مرحب بكم من جديد وعدنا لكم مع هذا العود الرائع جدا. مواصفات هذا العود: الوجه من السيدر زي ما احنا ملاحظين، الرقمة او المضرب من السيسم او الرزود او اللي بيسموه الصاج الهندي. بالنسبة طبعا مع زخارف المزيك الحاضرة معنا في الوجه زي ما احنا ملاحظين. طبعا بالنسبة للزنت مطعم بالعظم والسيسم الروزوود كذلك. بالنسبة للظهر من الجوز الشامي القديم. تمام، عندنا المفاتيح من السيسم نوع الممتاز، الأوتار من التوماستيك. بالنسبة للزند عيالي في هذا العود تحدثنا عنها كثير في السابق، وهي بتمكن العازف من التحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن الزند، وكذلك بتحمي العود من التقوس مع مرور الزمن. خلينا نبدأ نسمع صوت هذا العود اليوم ونستمتع فيه مع بعض. على مقامات مختلفة زي ما تعودنا حتى نبين المساحات الصوتية في الآلة كاملة. Thank you.
طيب خلينا ننتقل لجو ومقام مختلف كمان. صوت العود متماسك ويعني رخيم ورنان وطربي في نفس الوقت. أنا بحب الشيء هذا يكون في العود. شكل بينا كل جوانب العود. صوت العود جدا جميل زي ما حكيت من البداية، متماسك ويعني رنان هيك مشبع، بيشبع الأذن يعني بيشبع أذنك بيشبع إحساسك، عرفت عليك؟ فجميل جميل 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 جدا. طيب خلينا نعمل الاختبار الأخير، نجري على كل الأعواد والعزف على الفينجر بورد كامل. ناسف نبدأ.